طبعا احنا في اهل المدينه دائما بابنا مفتوح لاي شخص يحب انه يبدي رايه. احنا نشرنا صوره قبل شويه في صوره الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا يانا صوره عن ترشيح او الانتخابات، وحكينا عن سيده ماجده عبد اللطيف التميمي وكيف هي يعني عندها شعار والعلم بالمقلوب. ست ماجده ويانا عبر الخط تحب تنطي رايها بالموضوع. ست ماجده تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. والحقيقة أنا أتألم كثيرا ينشر هذا الكلام عني ورأسا بالإعلام. نعم. وتتناسون أنه أنا نائبة مثالية في البرلمان، اكتشفت العديد من ملفات الفساد وأنا أحمل شهادة الدكتوراه. نعم. يمكن ما غدت ولا في البرلمان، حتى عطلة الشيعية أنا أدرمها حج واحد. إفادات مارو خمسة أنا في الإعلام الأخوة يعرفون جيدا إحنا كعائلة تحرمنا إلى كثير من بسبب الكشف عن ملفات الفساد ودقتي في العمل. أما بالنسبة للعلم هذا اللي لفت انتباه الآخرين اللي أراد أن يصطاد بالماء العكر، هذا أولا أنا لأن شغلت مو بحملة انتخابية دكتورة غازة، أنا انشغلت بالمقادمة والملفات المالية لأختي. نعم. كان عندي مجرد يومين يومين ونص أنا نسيت دكتورة ماجدة، لأن أنا همي الهم العام وليس شخص الدكتورة ماجدة، تصعد أو ما تصعد هذا ما يهمني كثيرا. لأن أنا عندي دكتوراة ودرس طلاب الدكتوراه ومعروفة بالوسط العلمي بوزارة التعليم العالي. فالعلم هذا قصة إنه العامل اللي بالطابع اللي احنا ما جزينا، احنا اساسا ما قايلين يخلي صورة العلم، هذا اجتهاد من عنده. نعم. ست ماجدة، ست ماجدة ودكتورة ماجدة، سمعيني، الناس ما تعرف هذا القضية، بعدين هذه من الصور الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، فقرتنا تعتمد على ما ينزل في الفيسبوك وتويتر، يعني هو مو قضية إنه احنا أهل المدينة اختارها، هي فرضت علينا لأنها موجودة، والناس انتقدت الموضوع وموضوع العلم، لا خليني أحكي لك شوية، موضوع إنه أنت نزيهة وإنه أنت تبحثين عن 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 ملفات الفساد ما لها علاقة بالعلم، العلم شيء مقدس لا يجوز اللعب به، لو كانت هذه بالشعار نفسه مو صورتك ما كان احتجيتي، لو كانت صورة لنائبة أخرى ما كان احتجيتي، العلم مقدس ما له نقاش. تفضل. اسمحي لي الكلام إلي الآن مو لكم. أولاً العلم قصة كالآتي، أنا ما قلت للعامل بالمطبعة أن يخلي العلم العراقي. الناس ما تعرف هذا القضية. أنا كان فقط إذا تسمحي لي أختي العزيزة. نعم. إنه الاسم والرقم والتسلسل والسي في بعض من السي في مالتي وصورتي، أنا ما متفقة وياه يخلي علم هذا اجتهاد من عنده. طيب لازم تعاقبينا إذن. اسمحي لي تاخذين حقك، مو قضية، احنا موجود علم امامنا، بعد هذه التفاصيل احنا ما لنا علاقة بها ولا حتى اهل المدينة، الناس عندهم انه حاليا انت مسيتي شيء مقدس. ما عندكم، اسمحي لي حبيبتي، يعني انت علميني تعطيني رأي الاخر ايضا. يلا تفضل. نعم. يعني مقطعي الرسمي اذا تدخلين الى احنا رأسا كتبنا تنويه عن هذا وسحبنا، احنا فورا سحبنا كل اللي قدرنا عليه نسحبه من النشرة، وتم تقديم نسخة مصححة مشتركة. هذا احنا سوينا تنويه عنه بموقع رسمي مرتين. نعم. مرتين انا اشوف انه الدنيا تنقلب ودي على اشياء اخرى، مثل يشوفون ملفات فساد، القتل اللي قتلوه العراقي، الالوان الفن العراقي وهو مقدس بالنسبه لي. القداسه انا ترجمتها بعملي الحقيقي حينما كنت نائبه مثاليه. في كل الاشياء اللي عليها قدمت انا عائلتي ما اشوفها في سبيل مجلس النواب. نعم، لانك النائبه المثاليه دكتوره ماجده. نعم دكتوره ماجده، تسمحي لي دكتوره ماجده، المثالي مثالي في كل شيء، ولانك مثاليه ننتقدك احنا ونريدك تصححين المسار، ولانه شيء
مأثر بيك، أنت سحبتي كل الشعارات ونزلتي تنويه أكثر من مرة، وجميل جدا أنه إحنا ذكرنا. فرصة سعيدة أنه الناس اللي ما سامعة، لأنه مو كلها تتابع موقعك، فرصة سعيدة أنه أهل المدينة متابع بشكل كبير من الجميع، فرصة سعيدة أنه إحنا سمعنا صوتك، وأنت يعني هذا دليل على حرصك ومتابعتك للناس، مثل ما تقولين تتصيد بالماء العكر. شكرا دكتورة ماجدة، وصلنا لكن الناس ما تعرف تفاصيل مطبعة، ما متفقين الناس عليها انه شافت شيء مقدس، اما انه قضية فساد واحنا لازم نبحث عن ملفات كل شيء مهم في هذا البلد، اذا ما احنا نهتم حتى بالتفاصيل الدقيقة فالمشاكل الكبيرة تصير ايضا ما مهمة، كل التفاصيل مهمة، كل المشاكل كبيرة. واحنا نشكرك دكتورة ماجدة ايضا انه انت تتابعين قضاياك وكل ما يطرح على شاشات الاعلام حتى احنا نوصل الى تصحيح هذا المسار. طيب.